أمرهم إلى ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وهم لا يظلمون. فله عشر أمثالها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. وما كان من المشركين.
مستقيم دينا قيما. وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
لا شريك له، وبذلك أمرت، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. صلوا على سيدنا النبي. إن ربك سريع غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله، وقل قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم. الفاتحة. يجزيك ربنا عز خير يا سيدي. Oh.
السلام عليكم. حاجة اسمها ايه ده صح؟ دبرت الدنيا. الله يكرمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يحفظك. السلام عليكم. ربنا يكرمك على الله يخليك. السلام عليكم. سيدنا. سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم ومفتح بيننا وبينك قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواله ولا يفنى كماله ولا تتناهى نعمه وأفضاله. خلق الخلق فأحصاهم عددا ورزق العباد فلم ينس منهم أحدا. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا حمدا يوافي النعم ويكافئ المزيد. يا ربنا هذا الحمد. أما الثناء فنحن لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن السيد والقائد والرائد والمعلم والمؤدب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عين العناية وزين القيامة. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك وأصحابك وعلى أزواجك أمهات المؤمنين
وعلى من صار على الهدي والنهج إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أمة خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وحدوا من لا يغفل ولا ينام. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حسن العشرة، تحت هذا العنوان نتحدث عن حسن العشرة. ما أحوجنا إلى هذا الخلق العظيم في بيوتنا مع زوجاتنا، مع أولادنا، مع جيراننا، مع والدينا، مع زملائنا في العمل. خلاص هات التانية يا شمس. مع زملائنا في العمل، ما أحوجنا إلى حسن العشرة؟ بداية أتساءل، ما قيمة المال عند الزوج؟ ما قيمة المال عند الزوج؟ ما قيمة المنصب والجاه؟ ما قيمة الشهادات التي حصل عليها؟ ما قيمة الشهادات التي حصل عليها؟ ما قيمة ما يقدمه الزوج لزوجته وأولاده من مأكل ومطعم وملبس ومسكن؟ إن كان سيء العشرة، بذيء اللسان، فاحش القول، كثير الطعن والسب واللعن، ما قيمة ما يقدمه لأولاده إذا كان على هذا الخلق؟ تعالوا بنا، تعالوا بنا إلى خير زوج لخير أهل، صلى الله على حضرته سيد السادات صلى الله عليه وسلم. كيف كان صلى الله عليه وسلم في بيته مع زوجاته، مع أولاده، مع جيرانه، مع خدمه، مع المسلمين، مع غير المسلمين؟ صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. تأملت وأنا أتصفح كتب السيرة لسيدنا، كتب السيرة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأملت حال النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن صلى الله عليه وسلم أغنى الناس، بل كان صلى الله عليه وسلم من أفقر الناس. تمضي الليالي والأيام الكثيرة ولم يذق صلى الله عليه وسلم طعاما مطبوخا. ثلاثة أهلة، هلال بعد الهلال، ولم يوقد في بيت رسول الله نارا. على أي شيء يعيش رسول الله وزوجاته الكرام؟ على الأسودين، التمر والماء. يأتيه الضيف فيرسل صلى الله عليه وسلم سيدنا بلال: يا بلال اذهب وأتي بطعام للضيف من بيت من بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يعود بلال: يا رسول الله، تقول حفصة وتقول عائشة وتقول ميمونة وتقول سودة وتقول كذا وكذا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء. في بيت رسول الله، فيقول صلى الله عليه وسلم: من يضيف ضيف رسول الله؟ تأملت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو في بيوت أزواجه، فلم يسكن صلى الله عليه وسلم في قصور، ولم يسكن صلى الله عليه وسلم في بيوت لها ساحات وباحات، بل كانت حجرات سيدات بيت النبوة، الحجرة عبارة عن 4 أمتار من العرض في 4 أمتار من الطول في ارتفاع 2.5 متر،
بيت عائشة وبيت حفصة وبيت ميمونة وبيت زينب، هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا أثاث لا متاع لا فرش. يلخص سيدنا عمر هذا المشهد عندما يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيجده نائما على الحصير مؤثرا في جنب رسول الله، فيبكي سيدنا عمر، فيقول له النبي: ما يبكيك يا عمر؟ فيقول: يا رسول الله، قسرى وقيصر في بلاد الفرس ينامون ويتنعمون على فراش من حرير، وأنت رسول الله تنام على الحصير يؤثر في جانبك. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما يرضيك أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ لكنه صلى الله عليه وسلم في وسط هذه الأمور خير زوج لخير أهل، ما ضرب صلى الله عليه وسلم بيده امرأة صلى الله عليه وسلم، لم يتتبع صلى الله عليه وسلم العثرات، كان صلى الله عليه وسلم يتحمل الهفوة ويعفو صلى الله عليه وسلم عن الكبوة، لا يديم صلى الله عليه وسلم الشكوى من زوجاته، بل إنه صلى الله عليه وسلم كثير الشكر والعرفان، كثير الشكر والعرفان صلى الله عليه وسلم. تعالوا نقترب أكثر وأكثر من بيت أمنا عائشة، وشباب الصحابة يسألونها: يا أم المؤمنين، حدثينا عن رسول الله، حدثينا عن عشرة رسول الله، حدثينا عن رسول الله في بيته. فتقول المصونة عائشة: كان ألين الخلق، كان صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق، كان رجلا من رجالكم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان ضحاكا باسما في خدمة أهله، يخسف نعله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه، فإذا حضرت الصلاة خرج صلى الله عليه وسلم للصلاة. خلقه القرآن، كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. بيوتنا فيها من المشكلات الكثير، وكان في بيته صلى الله عليه وسلم، لكن كيف كان يستوعبها صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان يؤدبنا صلى الله عليه وسلم؟ تدخل عليه سيدتنا أم المؤمنين صفية بنت حيي باكية شاكية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بك يا صفية؟ فتقول: يا رسول الله، حفصة أم المؤمنين بنت الفاروق، يا رسول الله، حفصة إذا مرت علي أو مررت عليها تقول لي: يا بنت يهودي. غيرة نساء. أبو سيدتنا صفية كان حيي بن أخطب زعيم اليهود، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت. سيدتنا حفصة تقول لها: يا بنت يهودي، بكل هدوء، لم يعلو صوته صلى الله عليه وسلم، ولم يقل: ائتوني بحفصة، ولم يصنع من الأمر شيئا كبيرا، بل يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم، يطيب خاطرها ويقول لها: يا صفية، إذا قالت لك حفصة مثل ذلك فقولي لها: إن زوجي محمد، قولي لها: إن زوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى. فلما قالت لها ذلك سكتت. يدخل أضياف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترسل أم المؤمنين زينب بصحفة طعام إلى بيت سيدنا رسول الله، والأضياف في حجرة عائشة، في بيت عائشة. تخرج سيدتنا عائشة فترفع الصحفة من بين أضياف رسول الله، ثم تترك يدها فتسقط على الأرض منكسرة متناثرا الطعام. ماذا فعل رسول الله؟ على صوته حسن العشرة صلى الله عليه وسلم،
أخذ يلملم الطعام ويقول للأضياف: كلوا غارت أمكم، كلوا غارت أمكم. ثم يقول للغلام الذي أتى بالطعام: انتظر. ويدخل صلى الله عليه وسلم ويأتي بصحفة عائشة ويقول لها: أعطها لزينب، أعطها لزينب. هذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم، خير زوج لخير أهل. قال أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. صلى الله على حضرته، أو كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حسن العشرة، كان صلى الله عليه وسلم حسن العشرة حتى مع الخدم صلوات ربي وسلامه عليه. سيدنا أنس يقول: خدمته صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنين، وسيدنا أنس غلام صغير عنده 10 سنين عندما أتى إلى بيت رسول الله. 10 سنين خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ضربني وما شتمني وما نهرني وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، ما قال لا إلا في تشهده: لولا التشهد لكانت لاؤه نعم. طيب العشرة صلى الله عليه وسلم حتى مع صاحبات سيدتنا خديجة بعد أن انتقلت إلى جوار ربها، تأتيه واحدة منهن فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هو، وهو من هو حضرته. دانت له الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، ودخل الناس في دين الله أفواجا، فإذا به صلى الله عليه وسلم يقوم وقد هش وبش وبسط رداءه صلى الله عليه وسلم، وأجلس المرأة: من هذه يا رسول الله؟ فيقول: صاحبة من صاحبات خديجة، وكانت تأتينا أيام خديجة. ما أحوجنا إلى هذا الخلق، نسأل الله أن يحسن أخلاقنا جميعا. اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فينعمون، ويخلصون فينعمون. اللهم اجعل مصر آمنة مستقرة، اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا إلهي سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.